عسلامة، مرحبا. لاباس؟ عايشك، عايش بنتي. نحكيو معاك على موضوع المهرجانات الصيفية، خاصة وإحنا تو في صيف. كل عام مهرجانات صيفية تعمل بوليميك، التوانسة فاش قام فلوس وصرفان اللي هي ثقافة لازمة، لكن التونسي كي يشوف من بعيد، التونسي الإنسان اللي مش فاهم يقول لك لا ما حاشناش بها، وذيك فلوس زايدة نمشيو نعملوا بها حاجة ما تصلح. نحن العقلية تاع التونسي هكا، كل جميل أن ترى الوجود جميل، كيف يقول شوف في كل شيء جميل ولو أنه عندوش مستحته، يلزمه فهمت ليه يفرض على روحه ساعات تفرض عليه الوضع ككل، يلزمه يتفرهد ويلزم كذا، وهو راه يتفرهد على الروس بالروس، راهو الحقيقة فهمت برا شوف البنوك الكل تلقاهم كلهم موظفين وانتريتي وكلهم في الروس فهمت، أموره فهمت يبدا يعسر في روحه، وفي الآخر يبدا في الليل يبدا راقد متندم، خاطر إذا كان بات بالدين فهمت، إذا تبات بالدين تبات تقلب بطبيعتك تبات تقلب، خاطر إذا كان الإنسان يكون إنسان نقي وحر وكذا وإنسان يفكر مليح، الليل كي بات مسال في مليم واحد يبات ما نجمش ما يجيش النوم، أخويا علاش؟ على قدر كسائي مد رجلي. أنا عندي أنا بعيش ب 500 و600 دينار أخويا على قسمهم على ويلزم ولادي نعرف كيفاش نربيهم، خاطر لا يستوي الظل والعود واعوج كيما نقولوا، لولادي نعرف كيفاش نربيهم باش معناها يمشوا على الخطى هذيك على قدر الامكانيات نتاعي بالضبط، وهكاك يطلع المجتمع فهمت، لا يطلع ولاد مجتمع سليم وكذا. شوف تونسي يصرف برشا في الصيف في مهرجانات. ياسر والله انا على سبيل المثال البارح مشيت على سبيل ما فيش ذكر معناها الاماكن باش ما عملوش اشهار كان مشيت بقيت باهت. والله بقيت باهت لجهة المدينة جهة ياسمينات العلاس فهمت، بقيت باهت في الشعب التونسي فهمت، لا في اللي ريستورون وماكل امور وكذا كذا يعطيهم الصحة، نقول فهمت لا الحمد لله تونس بخير ان شاء الله. انت هاك تخرج معنا هاك تحوس؟ تحوس نخرج قد الكسائي، هاني تو شاري كيلو حوت سردين، عندي حق سردين الكل، انا شاري سردين ب 4000 فرنك ينزل بها البركة ناكل انا والعائلة والله الحمد لله وباخر مرتاح نغني على الورشات فهمتني والله الحمد لله شكرا. كيفاش لقيت الاسعار؟ والله اذا كنت تحب تاخذ بالغالي تاخذ بالغالي، تاخذ بالرخيص قد الكسائي كما قلت لك، قد السبير ذاتي لقيت سردينه ب 4000 ناخذ شبيه سردينه فهمت، لا غذاء معناها ويقوي فيه الحديد وفيه كذا كذا، ناكل السردينه ناكل ولدي السردينه فهمت. انا شو نقول لك، قداش عندك من صغار انت؟ والله مبدئيا والله الحمد والشكر عندي ثلاثة وليدات وبنية ربيتهم والله الحمد والشكر أحسن تربية كلهم في مستوى عالي والحمد لله، ثلاثة في الخارج بنية فهمت لا بيولوجيست فهمت لا كلهم وتخرجوا نحمد ربي تو أنا والحاجة حتى المليم اللي فضلوا نحطه على جنب باش نزور بيت ربي حد ثم كاو. في مرحلة نتاع أنك سي بون خرجت تقاعد عندك سنوات، الصغار نجحوا قراوا، تحب تمشي لبيت ربي وتلم لها بشوي بشوي معنا؟ الحمد لله بشوي بشوي مع وليدات يعاونوني كذا، نهار نقول باش نقص ربي يقولوا لي مرحبا فهمت اتجاه بيت رب فهمت، رغم درك استر الدول الاوروبيه فضل رب بتربيتي كيفاش ربيت ولادي كيفاش تبعتهم كيفاش كذا كذا والله الحمد لله الشكر تو طلعوا معنا، تصور انت يبدا يخدم في الخارج حاسبني هنا بالفيش يا وليدي راك بحياتك خاص، لا بابا انت ربيتنا هكاك لازم نكونوا هكاك. باش نقول لك السفر جاتك انت جاتك فرصه انك تسافر ماديا مع معلم كمان معناها تنجم تجمر وتفضل، خاصه المعلم قبل مع الوقت قبل 2010 كنا كان ينجم يفضل. والله لا والله بالنسبه لي انا انت عارف كيفاش، خاطر لازم هذا المراز هذاك لازم المراه تاج على راس الرجل، وقت اللي تقول هذه 10000 بعد تصرف هذا كذا كذا وتفضل كذا كذا شقاقه حط فك السوردات معلمه ولا لا 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 ربه بيت ربه بيت ولا الحمد والشكر عشنا تو عندي 50 سنه ولا الحمد والشكر كل شيء مريك كل شيء مريك. تكون ممكن خاطر انت مثلا ظرفيتك اخرى مرسم تقع معناها مش صاحب شهاده النيفو يكون ماديا ماهوش خايب برشا، ما تتلذش انه المراه تعاونك غيرك انت في الوقت حتى في الوقت نتاعك انت زاد اذا كان ظروفه ما تسمحش والخدمه فلوسها شويه يتلذ انه المراه تخدم. يعيش بنتي راهي المشكله عقليه راهو اذا كان نحطوا رواحنا وين نحطوا رواحنا نلقوه، مش انا نجم صوتي فهمت 2 متر صوتي 5 متر لا نتكسر، مش انا نطلع فوق حيط ونقول نسيب روحي ونقول يا سيدي عبد القادر، لا حياتك تعرف كيفاش تنظمها، تخمم في الليل لازمك قبل وقت تحط راسك على المخده، عندي كذا كذا عندي تالي عندي الموضوع الفلاني يلزمني كذا نتخلص منه عندي كذا،
في برمجه، حكايه برمجه. الصغار برمجت لهم كي يقراوا كي نجحوا ولا من قبل وانت تبرمج؟ الحمد لله شكرا الحمد لله، معناها كلي انا وامهم في الدار، انا نخدم على روحي الحمد لله، ما مش بالعنف مش كذا كذا، وليداتي كذا كذا، نتبع نراقب ديما بمراقبه ديما كذا، عمره ما دق علي واحد باب ولا قال لي ولدك ولا بنتك ولا كذا كذا، كلهم يرحموا لي على ولدي على التربيه وعلى الاخلاق وعلى كذا كذا، هذيك احسن حاجه خرجت بها بالحياه. فهمت الحمد لله صغار. شو يعملوا تو مثلا؟ والله يزوز في سويسرا واحد في فرنسا. ولا شركات كبيره، شركه كبيره انك تحب نعطي حتى اسم نعطي حتى اسم. مجال شنو تجاره؟ شنو؟ مجال التجاره، مجال التوزيع وكذا كذا، والبنيه فهمت. قداش عندهم سويسرا؟ عندي واحد عنده تو تقريبا 16 سنه والاخر 17 سنه، ما في جرته بعضهم مشاو. البنيه خلطت ولا؟ البنيه والله تخرجت وقعدت بيولوجيست. علاش تخرج وقاعده في الدار؟ شفت؟ خرجت رغم مونسيون الاولى في الجامعه فهمت كذا كذا. ما بيولوجيست بيولوجي ميديكال فهمتي. أما لا أرست عند رجلها يا زاد الحمد لله عائلة طيبة ولا الحمد لله. أكيد مي أكيد كمام زاد هي قرات مش زاد باش تقعد في الدار وتحصل وكانت متميزة زاد. تقدر دورها وقت اللي يكتب ربي وتجي دورها تو تعمل مطالب تقدم لي سي في نتاعها بارتو الحمد لله وقت الحن ربي تو تجي. اليوم الوالدين كي يربوا يعرفوا يربوا صغارهم يلقاو التربية هذيك كي تكون معاه سيفير في وقت اللي يلزمك تكون معاه معناها سيفير تكون معاه صعيب وقت اللي تكون معاه حنين تكون معاه حنين وقت هذاك الكل من بعد كي يكبر اش تلقى التربية اللي ربيتها اش تلقى خاصة نحن في وقت اليوم مشكل كبير تربية الصغار. شوف راهو الصغير هي قطعة من الكبد قطعة من البشر حتى حد ما يريد الولد وبشر ديما يحب الإنسان ولده خير منه بنته خير منه نحب حتى حد خير مني كان ولادي أنا فهمت ألور يلزم الواحد وقت يلزم باش يكبس الانسان باش نهار اللي يلقى الحل يلقى الحل باش يكبس ومن بعد خليه ديما بون ايش واش عقبتك عقبتك على كذا وكذا اسكو انت غلط ولا وقتها هو يقر بذنبه راني غلط وكذا كان نطلب منه السماح ما حتى باس كنت نطلب منه نبر وخطر يلزمني نبر ولدي كما هو يلزمه يبرني انا يلزمني نبر ولادك كيف باش تطلع العائله وتوصلنا الحمد لله ما توصلكش حتى لا. قداش عندك تو ملي خرجت من التعليم؟ عندي 2010 خرجت. 2010 في طنبك الاحداث تاع تونس ممكن قد تكون مازلت ما لاحظتش التغيرات اللي في الشباب وفي الصغار تغيرات كبيره قاعده تصير في الصغار وفي المعامله تغيرات لا من ناحيه المربي لا من ناحيه فهمت لا بصراحه لا التلامذه لا من ناحيه الاولياء شنو هو اللي يدخل لك البيت قبل المعلم محترم فهمت لا بقدر وكذا كذا العاون فهمت لا محترم فهمت تبدا واقف في الباب تعاون لما يشاورك باش يمشي المعلم فهمت لا باش يقابلوا ولا كذا كذا الامور مبطله. المعلم نتاعه يشوفه من بعيد يحشم. يحشم كنا احنا كنا انا في عادي انا قريت انا المعلم والمدير يعمل رافل هو اللي يرفل ما نخشوش الشارع خاطر المدير يرفل. ما فيش يا حسرة يا حسرة بنتي يا حسرة. ما تمسليش ولدي ما تضربلوش ولدي ما. تو يا وي حتى تكش علي حتى تخزر له تصيح علي ولا في مصلحته راه مستحيل مربي باش مستحيل مربي راهو باش يكره لك تلميذ خاطر هذيك خمسة وذاك ولاده يعتبر وقت يدخل القسم ينسى ولاده في الدار وهم وليداته قدامه انا فهمت هو ولي خايف لا حتى تقول ولادك تجيك الام خاصه الام بصراحه الامهات ماذا بيا نداء الامهات راهم وليداتكم راهم كذا والمعلم مربي ذاك راه اخوكم راه ولدكم راه كذا راه كذا راه دريتكم مصلحه ماذا بينا فهمت لا تحاولوا تعاونوه باش يحاول يدز مع وليداتك ما تحبطوش ليها مال فهمت يا سلام.